أستاذ زيد، يعني كل محبي الصقر يتساءلون، الصقر هذا النادي النموذجي الذي هو أول من دعا لعقد اجتماع الجمعية العمومية، ويعني زنق الاتحاد مثل ما يقولون في هذا الطلب، ثم توارى عن هذا المشهد، لماذا؟ أخي أحمد، أرجو أن يتسع صدرك تفضل. لتترك لي الفرصة أن أقول وجهة نظري بشكل يعني يستفيد منه الرأي العام وأيضا الإعلام. وبداية اسمح لي باسم إدارة نادي الصقر وكل جماهير النادي وأعضائه ومنتسبيه أن نعزي الشعبين الشقيقين المغربي والليبي على الكارثتين الطبيعيتين التي حدثت لهما، وأيضا التعازي موصولة للأخ رأفت محمد يسلم البرعي، الشخصية الإعلامية الذي توفاه الله، ولاعب أهلي تعز مسعد ناجي. بداية، لو أن أحمد الشيخ أحمد صالح العيسي سعيدا، سيكون سعيد بمثل هؤلاء أعضاء الجمعية العمومية الذين يدافعون عنه، عن الاتحاد، أكثر ما يدافعون عن أنفسهم. وبالمناسبة أنا أود أن أوضح شيء مهم جدا. نادي الصقر لا يشرفه أي إنسان يعمل معه ويسيء لأي من الشخصيات التي تعمل في مجال كرة القدم. نحن نختلف رياضيا فقط، ولا يشرفنا أن يعمل جميل أحد هذا الحديث، معنا ويسيء جميل إلى منظومة ورقي، كرة القدم. جميل ورقي. فنحن نعم نختلف رياضيا. يا عزيزي، أنا أوضحت في مقابلات سابقة موضوع وكن رسالة الأستاذ شوقي الودية للأخ الشيخ أحمد صالح العيسي، كانت في ديسمبر 2022 بعد خروج منتخبنا الوطني من خليجي البصرة. وكانت هذه الرسالة قد وضعت خارطة الطريق لعقد الجمعية العمومية حتى نتمكن من تلافي كثير من الإحراجات التي تحصل للكرة اليمنية الآن. ولكن انظر أنت، بين ديسمبر 22 حتى ما قبل انطلاق الدوري نفاجأ بعقد جمعية عمومية استثنائية. بالمناسبة، بيان الصقر جاء بعد أن وصلتنا تسريبات بما سيتم طرحه ومناقشته في الجمعية العمومية. فنحن قلنا بأن كرة القدم اليمنية تعاني من عشوائية في الإدارة، ولعلي قد تابعت مقدمتك في البرنامج. نعم. وربما عفتني من كثير من الحديث، وكثر الله خيرك إنك أنت سبقتني. والدليل للمنتخب الآن اللي كنت تتحدث عنه. نحن نقول فيما يتعلق بالمسابقات، يا عزيزي، لائحة المسابقات على سبيل المثال هي للدرجة الأولى والثانية، والقدسي عندك ممكن يقول لك الكلام هذا. فاللائحة التي تنظم مسابقة دوري الدرجة الأولى هي نفسها التي تقدم مسابقة دوري الثانية. نحن نعرف الواقع، ولا نريد للتدخلات السياسية أن يكون لها موطئ قدم في كرة القدم اليمنية. هذا موقف نادي الصقر. نادي الصقر مع النظام الأساسي للاتحاد ومع لوائح الاتحاد. فالأندية التي تغيبت ووجد لها الشيخ أحمد العذر لأنها لم تحضر أندية عدن، هي نفس المبررات التي جعلت كثير من الأندية لا تحضر في الدرجة الثانية. فكيف يتم التعاطي الإيجابي مع أندية الدرجة الثانية ويحال موضوعها إلى رئيس لجنة المسابقات لإبداء الرأي بينما تهبط أندية الدرجة الثانية؟ هذا واحد. اثنين، على العشوائية. اثنين، احنا لعبنا موسم 2020-2021، 2022-2023 لم نلعبه. يعني نلعب موسم سندويتش سبع مباريات ونسميها الدوري اليمني، انعكاساته واضحة على المنتخب، ثم نعيش في سبات لمدة سنة ولا نلعب كرة القدم. نادي الصقر يا أستاذ أحمد، والقدسي يعرف الكلام هذا، عسكر منذ سبتمبر 2022 استعدادا لهذا الدوري. قالوا لنا الدوري في شهر 6، انتظرنا ولم يحصل. في شهر 7 انتظرنا ولم يحصل. في شهر 8 انتظرنا ولم يحصل. في منتصف 9 لم يحصل، والآن أجل إلى ما شاء الله كما قلتم أنتم في التقرير. هذا واحد. نحن فريقنا ممثل من جميع محافظات الجمهورية. إذا أردنا أن نستعد للدوري نذهب في معسكرات تكلفنا الكثير من الأموال. لا نمتلك مقر، والقدسي أيضا يعرف الكلام هذا، لا نمتلك ملاعب. فلماذا نظل نصرف على فريق للأسف الشديد لا يلعب مباريات، وهذه الأموال أبناء النادي وأعضاء الجمعية العمومية يقولون لنادي الصقر من زمان لماذا لا تعتمدوا على أبناء النادي؟ فنحن قلنا ببساطة شديدة جدا، طالما هذه العشوائية مستمرة فلماذا نصرف هذه الأموال؟ سوف نبني فرق من الناشئين والشباب إلى حين تستقيم الأمور ونشارك. هذا واحد. ثم سنعمل على استعادة موقع النادي. هذا واحد.